بكرامته دعوه، سيأتي يوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، والتاريخ يصنعه العظماء. يكفي أن ما يقولوش أنك أنت عميل. الآن تعال لأي واحد منهم في الشارع وقول لي يا عميل يلتفتوا لك 100، يا عميل الناتو يلتفتوا لك 1000، لكن تعال أقول أيها الصامد المناضل البطل المجاهد هيلتفتوا لك الأحرار والشرفاء والصامدين والمقاتلين. دعوا ليست ساعة للحزن وليست ساعة للتراجع، وما هيش ساعة أن احنا نتباكى فيها علي مجد ولا نتخاذل فيها ولا تخور عزائمنا. هذه ساعة النضال، ساعة الكفاح، ساعة الجد، ساعة الشهادة، ساعة ما يتنيناش فيها أي شيء عن أن نطهر بلدنا من هذه العصابات المجرمة والمحتل الوغد الواطي وأدنابة الواطيين. ليلتكم سعيدة وتصبحوا على خير، والتاريخ هو الذي يسجل مواقف الرجال، اذكروا هذا، والعقبان عليهم أن يأخذوا كلامي ما أخذ الجد لأنه من مصدر القيادة. الفرقان العقبان اللي موجودة على الساحة الليبية وخارج الساحة الليبية، اللي خارج الساحة الليبية الآن عليهم أن يتحينوا الفرص ويرتبوا أنفسهم، وكل المدد والأموال الأشياء جايتهم ويتحينوا الفرصة.